حلقة النهاردة عن فنانة حبها كل جنات السينما المصرية وكل اللي عارفها في جيلها وكل اللي اتفرج عليها بعد كده كمان. بس قبل اي حاجة اعمل لنا فولو عشان تتابع كل الحلقات اللي فاتت وكل الحلقات اللي لسه جاية. الفنانة هي فاتن حمامة، حبها من الوسط الفني الفنان الكبير رشدي أباظة، واللي اعترف في مذكراته انه حبها اثناء تمثيله معاها في فيلم المليونيرة الصغيرة. وقع رشدي أباظة في حب فاتن حمامة، ولكنه كان حب بلا امل، وده لانها في الوقت ده كانت متجوزة من المخرج عز الدين ذو الفقار، وده اللي خلاه يكتم حبها في قلبه ويفضل ساكت. وقال انه بعد كده دخل في قصه حب جديده وصادقه، وده اللي خلته ينساها ويتلهي عنها في قصه تانية. اما بقى الفنان شكري سرحان فده حكايته كانت حكايه، وحبه ليها ده كان سبب في خناقه كبيره بينه وبين زميله الفنان الراحل صلاح منصور. كان صلاح منصور ساعتها صديق مقرب جدا للفنان شكري سرحان لانه كان زميله في معهد التمثيل، واثناء الفتره دي شاف صاحبه هيتجنن ومتاثر جدا بسبب حبه للفنانه فاتن حمامه. ولكن ده كله كان بدون امل، لان الفنان شكري سرحان كان بيحبها في صمت وعمره ما صارحها باللي هو